احتجاجات شعبية حاشدة في ساحات الشمال السوري ترفض أي تقارب أو مصالحة مع النظام. تركيا توجه رسائل طمأنة للسوريين، وصحيفة تركية تتحدث عن خطة أولية محتملة لإعادة 150 ألف لاجئ سوري. وزارة الخزانة الأمريكية تصدر استثناءات إنسانية للعقوبات المفروضة على نظام الأسد لزيادة تمكين تدفق المساعدات. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. خرج المئات من أبناء مدن وبلدات الشمال السوري اليوم الجمعة في مظاهرات رافضة للتقارب التركي مع نظام الأسد، حملت عنوان انتفضوا لنعيدها سيرتها الأولى. ورصدت كاميرا حلب اليوم خروج مظاهرات في مدن وبلدات إدلب وريف حلب والرقة، وأكد المتظاهرون على ثوابت الثورة وأهدافها، وعبروا عن رفضهم لكل المخططات التي تهدف إلى تعويم نظام الأسد، فيما قال قائد الفيلق الثالث حسام ياسين إن سوريا لن تنعم بالاستقرار والقضاء على الإرهاب وضمان عودة آمنة وطوعية للاجئين إلا بتنفيذ القرارات الأممية وتحقيق الانتقال السياسي الكامل ورحيل نظام الأسد. هذا وواكب مراسل حلب اليوم الاحتجاجات في مدينة جرابلس، والتقى مع بعض المشاركين الذين أكدوا على استمرارية الثورة وللتعبير عن رفضهم لأي محاولات لتعويم الأسد أو التطبيع معه. فلنتابع. خرجت مظاهرة في مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي عقب صلاة الجمعة. هذه المظاهرة حملت شعار لن نصالح وسنبقى على مبادئ الثورة السورية. نلتقي الآن مع أحد المتظاهرين هنا في ساحة الشهداء ليخبرنا عن سبب خروج هذه المظاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف بحضرتك؟ فيصل محمد علي، مهجر من ريف حلب الجنوبي. فيصل، شو سبب خروج هذه المظاهرة؟ ليش طلعتوا هذه المظاهرة اليوم؟ الحقيقة اليوم الناس طلعت، وهي الناس ما تركت المظاهرات وما تركت الساحات. نحن ثورتنا من بلشت هي ثورة سلمية لإسقاط نظام بشار الأسد، نظام اللي قتلنا وهجرنا. هناك آلاف المعتقلين والمعتقلات في السجون، هناك الأرامل، أبناء الشهداء لا زالوا في المخيمات. نحن بعد ما سمعنا على وسائل التواصل الاجتماعي هناك اجتماعات لتعويم نظام بشار الأسد ولا المصالحة ولا نسف ملايين الشهداء ولا نسف الدمار ولا نسف الأراضي اللي تهجرنا منه، هذا الأمر نحن ما بنقبل فيه. اليوم طلعنا لنأكد نحن مستمرين لحتى آخر نفس، لحتى نأكد نحن مستمرين حتى نسقط نظام بشار الأسد، وما راح نترك هالقضية هاي لا هلق ولا بعدين. لو اجتمعت علينا روسيا وأمريكا وتركيا وكل الدول العالم، نحن ثوار أحرار نأكد اليوم بكلمتنا، نحن ما رح ننسى دم الشهداء ورحنا رح نحقق أهدافنا حتى آخر طفل موجود بيناتنا. إذن هذه المطالب هي مطالب جميع المتظاهرين في المنطقة أو في المظاهرات التي خرجت اليوم في عموم المناطق في ريفي حلب الشمالي والشرقي ومناطق أخرى أيضا، للتأكيد على مطالب الثورة السورية وعدم المصالحة أو التقارب مع نظام الأسد الذي قتل وهجر ملايين السوريين. بدر كجا، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي. وفي إدلب التقى مراسل حلب اليوم بالدكتور عبد المنعم زين الدين أحد المشاركين في المظاهرة، والذي نقل رسالة المتظاهرين المحتشدين في الساحات. نلتقي الآن بالدكتور عبد المنعم زين الدين، ما هي رسالة المتظاهرين اليوم من إدلب؟ رسالة المتظاهرين في هذا الحشد وفي كل المناطق التي خرجت اليوم رسالة واضحة: نحن عدونا الأول والأخير ورأس الإرهاب هو عصابة الأسد المجرمة. عم نقاتلها 12 سنة، قدمنا ملايين من شهداء ومعتقلين ومهجرين ليس من أجل أن نصالحها، إنما من أجل إسقاطها. لا بديل عن إسقاط عصابة الأسد، لن نصالح عصابة الأسد. لذلك هذا الإرهاب الأسدي لا حل له إلا باستئصاله وإسقاطه. هذا وكان قد وصف وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو الاجتماع الثلاثي في موسكو بالمباحثات المفيدة، مؤكدا ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم على حد تعبيره. فيما طمأن وزير الدفاع التركي السوريين بقوله إن بلاده لم ولن تقوم بأي خطوة قد تضر بهم أينما كانوا.
سلسلة من التصريحات التركية أعقبت اللقاء الأول من نوعه بين وزيري دفاع تركيا والأسد في موسكو، اللقاء الذي أثار غضب ومخاوف شريحة واسعة من السوريين في تركيا وشمال سوريا. هذه المخاوف سرعان ما رد عليها وزير الدفاع التركي خلوص أكار بقوله إن بلاده لن تقدم على أي خطوة من شأنها أن تضع السوريين في مأزق أينما كانوا. جماعات قليلة تحركت لمصالحها الخاصة، هكذا وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو ردة فعل ممثلي المعارضة السورية تجاه الخطوات الأخيرة لأنقرة، مشيرا إلى أن بلاده لن تتحرك ضد مصالح المعارضة بل ستواصل المساهمة للتوافق على خارطة الطريق التي يريدونها بحسب وكالة الأناضول. النائب عن حزب العدالة والتنمية أورهان مير أوغلو أكد استمرارية المحادثات المرجح عقدها في أنقرة ودمشق، مشيرا إلى منح إيران مقعدا على الطاولة وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية. صحيفة خبر ترك نقلت عن مصادر خاصة التوافقات التي جرى عليها في الاجتماع، وكانت 7 عناوين من أصل 9 تتعلق بالتنظيمات المسلحة وحزب العمال الكردستاني، فيما شكلت مسألة اللاجئين محورا رئيسيا في الاجتماع، وكانت قضية إدلب القضية الأصعب بحسب المصدر. 2023 سيكون حافلا بالمفاجآت، إذ ستشرف أجهزة الاستخبارات الثلاثة على عودة 150 ألف سوري إلى بلادهم بحسب الصحيفة، مع التطرق لنقطة إعادة الممتلكات لأهلها والضمانات التي لم تحدد ماهيتها حول عدم محاكمة العائدين. المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ أكد لحلب اليوم علم بلاده بالمحادثات، مؤكدا أن سياسة بلاده لم تتغير ولا تؤيد أي جهود لتطبيع العلاقات مع النظام، خاصة عند النظر إلى تاريخه الوحشي والقمعي. المصالحة التركية مع النظام تعني موت السوريين ذلا وقهرا، بيان عبر فيه المجلس الإسلامي رفضه للتحركات التركية، يضاف إلى مجموعة من البيانات الرافضة لهذا التقارب صدرت عن اتحاد الإعلاميين السوريين ونقابة المحامين الأحرار وغيرهم، وسط دعوات للتظاهر في الشمال السوري تحت عنوان لن نصالح ولنعيد سيرتها الأولى. ينضم إلينا السيد حسن نيفي كاتب صحفي سوري يحدثنا من فرنسا. مرحبا بك معنا سيد حسن. حراك شعبي واسع شهده الشمال السوري اليوم رفضا للمصالحة أو تطبيع الأسد، برأيك إلى أي حد يمكن للشارع اليوم التأثير على القرارات، قرارات الدول أو سياساتهم؟ مساء الخير لكم ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. هذا الحراك الشعبي الذي نراه في معظم مدن وبلدات الشمال السوري اليوم لم يكن جديدا، إذ إن هذا الحراك دائما عندما يستشعر السوريون أو خطورة أي مشاريع تريد الإجهاز على قضيتهم، فنرى أن الشعب السوري العظيم وهذا الشارع ينتفض من جديد ليؤكد للجميع أن كل المراهنين على موت فكرة الثورة السورية رهاناتهم خاسرة وغير دقيقة. هذا التعبير، هذا الحراك الشعبي اليوم يأتي تعبيرا لرفض المشاريع التي تحاول الالتفاف على القضية السورية والتصالح مع نظام المجرم بشار الأسد. ودائما هذا الحراك يعلمنا أن الثورات دائما تنطلق من الشارع، والشارع السوري لم يبخل بتضحياته منذ بداية الثورة وحتى اليوم. رأينا نحن أن ربما كان الشارع السوري هو أول من استشعر هذه الخطورة، رأينا في شهر آب الماضي على أعقاب تصريح وزير الخارجية التركي عن الاستدارة أو حول الاستدارة نحو نظام بشار الأسد، رأينا أن هذه التظاهرات وهذه الجماهير هي نفسها من انتفضت محتجة. ولكن على كيف ستؤثر يعني سيد حسن هذا الحراك عمليا، كيف سيؤثر على هذا المسار إن صحت التسمية؟ يعني دعونا نأتي إلى حقيقة، ولو أن البعض يسميها هي نوع من الشعبوية، ولكن هي في الأخير هي من تحسم الموقف. عندما انطلقت ثورة السوريين، انطلق الشعب السوري عام 2011 ولم يستشر أيا من أطراف المجتمع الدولي، وكان نظام بشار الأسد آنذاك
يعني في أوج علاقاته الطيبة والحميمية مع كل المحيط العالمي، ولكن عندما انتفض السوريون حيدوا نظام بشار الأسد وأسقطوه أخلاقيا وسياسيا، واليوم على الرغم من تهافت المعارضة السورية، وأعني المعارضة الرسمية التي خذلت السوريين، ولكن لو نتحدث سيد حسن واستغل الوقت معك هنا عن الدافع الرئيسي لهذه الاحتجاجات وهو العلاقات التركية، في أي يعني مسار علاقات تركية مع نظام الأسد في أي سياق يندرج برأيك؟ في معظم السياقات، يعني العلاقات ربما كان يروج البعض أن تركيا تلوح بالعودة إلى نظام بشار الأسد ربما من أجل استحقاقات انتخابية مقبلة في تموز القادم، ولكن الخطوات التي نراها والتي بدأت من الجانب الأمني ثم مرت بالجانب التقني واليوم تنعقد على مستوى وزاري رفيع كما رأينا يوم الأربعاء الماضي بين وزراء الدفاع بين الأطراف الثلاثة، يبدو أن الخطوات التركية هي ذاهبة باتجاه بشار الأسد إلى أبعد حد. ولكن ما الذي يمكن أن تجدي لتركيا هذه الخطوات فتلك مسألة أخرى، لأننا نعرف أن في سوريا ليست تركيا هي الدولة المتفردة الممسكة بالحل في سوريا ولا روسيا، وإنما بالنظر إلى يعني ذات الموضوع من وجهة نظر أخرى، هل هناك أي مكاسب ربما تعود على تركيا بالنفع؟ دعونا يعني نتحدث بصراحة مطلقة، ما تريده تركيا هو مسألتان. المسألة الأولى هو مسألة أمنية، تريد من يضمن لها بإبعاد حزب العمال الكردستاني ومشتقاته البايدة وقسد من سوريا، وهذا الأمر لن يكون لا بمقدور نظام بشار الأسد ولا الروس أن يقوموا بهذه المهمة، لأن قسد ما تزال هي تحت المظلة الأمريكية. ثم إن تركيا تبحث عن مسألة أخرى، وهي تريد أن تكون سوريا هي ممر اقتصادي أو رئة اقتصادية تجاه الوطن العربي، واليوم في ظل العقوبات المفروضة أمريكيا على نظام بشار الأسد فإن هذا الأمر يعني ليس مضمونا. تبقى المسألة الأساسية التي تراهن عليها الحكومة التركية الحالية، وهي سحب البساط من تحت المعارضة التركية فيما يخص قضية اللاجئين حيال الانتخابات المقبلة. إذن يعني حتى العلاقات المزعومة مع النظام هي نوع من المغامرة ليست مضمونة النتائج. أشكرك السيد حسن نيفي كاتب صحفي سوري حدثتنا من فرنسا. تظاهر العشرات في مدينة جاسم بيري في محافظة درعا اليوم الجمعة للمطالبة بإسقاط نظام وطرد الميليشيات الإيرانية والإفراج عن المعتقلين في سجون النظام. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل بدء التجهيزات للاحتفال برأس السنة في الحسكة وسط أوضاع اقتصادية صعبة. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أقرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات إنسانية في العقوبات المفروضة على النظام لزيادة تمكين تدفق المساعدات التي تدعم الاحتياجات الإنسانية إلى سوريا، فيما أكدت الوزارة حرمان الجهات الفاعلة الخبيثة كما وصفتها من الموارد.
استثناءات إنسانية في العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الأسد تضمن زيادة تمكين تدفق المساعدات التي تدعم الاحتياجات الإنسانية إلى سوريا بحسب الخزانة الأمريكية التي أصدرت هذه الاستثناءات، خطوة تاريخية هكذا تصفها وزارة الخزانة، وهي نتيجة لمقترح مشترك بين إيرلندا والولايات المتحدة. تندرج التراخيص ضمن أربع فئات، الأولى تأتي في إطار الأعمال الرسمية للحكومة الأمريكية، والثانية تخص الأعمال الرسمية لبعض المنظمات والكيانات الدولية مثل الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر الدولي، والثالثة تتعلق ببعض المعاملات الإنسانية لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية مثل الإغاثة في حالات الكوارث والخدمات الصحية والأنشطة لدعم الديمقراطية والتعليم وحماية البيئة وبناء السلام. أما الرابعة فتعنى بالسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية وقطع غيارها ومكوناتها وتحديثات برامجها للاستخدام الشخصي وغير التجاري. تعكس التراخيص سياسات واشنطن الملتزمة بتخفيف معاناة السكان المعرضين للخطر بحسب نائب وزير الخزانة الأمريكي إيلي أديامو، بينما تضمن في ذات الوقت لا تستفيد الجهات الفاعلة الخبيثة من الموارد بحسب الخزانة الأمريكية. واشنطن كانت قد أقرت تسهيلات في مناطق قسد شمال شرق سوريا قبل أشهر تسمح بممارسة النشاط الاقتصادي في 12 قطاعاً بشرط عدم وجود معاملات تشارك فيها حكومة النظام أو أي شخص مقرب منها أيضاً، وهو ما يبدي حرص واشنطن على عدم استفادة النظام من التراخيص. ينضم إلينا السيد أسامة العمر ناشط سياسي يحدثنا من عزاز، مرحبا بك معنا سيد أسامة. إلى أي مدى يمكن أن يتلاعب النظام بهذه التسهيلات بحيث يحقق مكاسب منها؟ خير أستاذ إبراهيم لك والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. طبعا بداية أنا كمواطن سوري بغض النظر عن أماكن تواجدي، يعني بالدرجة الأولى أن يحظى جميع السوريين بحياة كريمة، ولست هنا في وارد التمييز بين سوريا يعيش تحت إرهاب سلطة الأسد وتغولها على مؤسسات الدولة وآخر يعيش في مناطق يتطلع لوجود سلطة عادلة بمرجعية قانونية ودستورية. الأسد هناك للأسف نظام الأسد تمرس في استغلال مثل هذه الأنشطة للمنظمات الإنسانية لصالحه، وينتهج عدة طرق لتسخير المساعدات لصالحه، أبرزها على الإطلاق التحكم بالقنوات المالية للأنشطة الأممية عبر فرض سعر صرف خاص غير عادل على الحوالات المالية الأممية المرسلة إلى سوريا، وبالتالي سيرفض خزينته بالقطع الأجنبي. طبعا يضاف إلى ذلك أن نظام الأسد وبمجرد دخول المساعدات إلى مناطق سيطرته اعتاد على التدخل في آلية التوزيع وفرض إرادته على المنظمات كالتدخل في وجهات المساعدات واختيارها بشكل انتقائي لصالح مناطق حاضنته وضد المناطق التي عارضته. يعني رغم بنود وتحذيرات هذا القرار سيستطيع ربما النظام التلاعب بهذه المساعدات برأيك؟ الحقيقة أنا كسوري أستغرب بعض الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، وأخص هنا ما صدر مؤخرا عن وزارة الخزانة الأمريكية بما سمتها استثناءات إنسانية من في العقوبات المفروضة على سوريا. طبعا الهدف هو تمكين تدفق المساعدات التي تدعم الاحتياجات الإنسانية إلى سوريا، ولكن للأسف هي تعلم يقينا، هذه الإدارة تعلم يقينا أن بنية نظام الأسد الإجرامي لا تعطي أي قيمة أو اعتبار لوضع المواطنين المعيشي بقدر ما تهتم ببقاء السلطة والتسلط على رقاب الشعب، بالإضافة إلى منح بعض الامتيازات لمن يواليها ويساهم في شرعنة بقائها في السلطة بأي شكل كان أشكال متعددة. طبعا هناك أيضا بعض الجوانب التي ممكن أن يقوم بها نظام الأسد كإرسال جهات أو معينة للتعاقد مع منظمات إغاثية غير حكومية حتى الأممية منها، فضلا على فرضه أشخاص موالين لتوظيفهم داخل تلك المنظمات. نحن نتكلم هنا عن نظام حكم اختصرت الدولة بعائلة وتغول في السلطة وسيطر على جميع المؤسسات. أشكرك لذلك يعني سيكون معك بهذا القدر وجود عادل آلية عادل آمن. أسامة العمر ناشط سياسي حدثتنا من عزاز، شكرا جزيلا لك.
كشف موقع أثر بريس الموالي عن تسجيل إصابات وحالات وفاة جراء الإصابة بمتحورات جديدة من وباء كورونا في مناطق سيطرة النظام. ونقل الموقع عن اختصاصي الأمراض الداخلية الدكتور مضر نيازي أن عدد مراجعي العيادات الخاصة ومنها عيادته في حلب يصل وسطيا إلى 5 مرضى، محذرا من اقتراب حدوث موجة جديدة من الإصابة بالمتحورات بسبب سرعة انتشارها ومقاومتها للأجسام المضادة المتولدة عن الإصابات السابقة أو اللقاح. بعد انقطاع دام لأكثر من 7 سنوات، يعود التيار الكهربائي لمدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي في ظل غلاء أسعارها وضعف قدرة الأهالي على الاشتراك بها. تفاصيل أكثر مع مراسلنا جمعة الأحمد. يعود عمل نبيل لأوجه نشاطه مع عودة التيار الكهربائي إلى دكانه في مدينة جسر الشغور غرب إدلب. يبدو أن أثر السنوات الماضية التي مرت على مهنته دون كهرباء أدت لتراجعها وتحمل تكاليف مرتفعة في تأمين الطاقة البديلة. أنا مركب مولدي واستخدامي للكهرباء مشان للطواحين، ويعني الطواحين تستهلك كهرباء زيادة. الحمد لله اليوم ركبت العداد الكهرباء، بس انه شوي غالي يعني بالنسبه للكيلو غالي سعره، يعني نطلب من المسؤولين ان تخفيضوا شوي بالاسعار. 7 سنوات مرت على الاهالي في جسر الشغور دون كهرباء. تقول شركه جرين انرجي ان الدمار الكبير في البنيه التحتيه وابراج التوتر التي خلفها القصف احتاجت لمده طويله من العمل حتى يتم تغذية الأحياء والشوارع الرئيسية في المدينة بالتيار الكهربائي. يعني أوضاع الناس كلها تعبانة، وضع اقتصادي سيء جدا. بارك إن شاء الله على جهة الكهرباء بتحرك أبو الحلو الصيبين الكذا، بتغير المعيشة، بتصير حركة يد عاملة. البلد تعبانة كتير بالوضع الحالي. مالي قدر أركب إنه ساعة بالوقت الحاضر، يعني بالوقت الحالي إنه تكلفتها 50 دولار، هاي مبدئيا يعني تكلفتها 50 دولار، وعلى كل كيلو عم يقولوا 4 ليرات. بس انه بالايام بالمستقبل ان شاء الله او بالايام القادمه ان شاء الله انه في استطاعه ان شاء الله، بلكي انه هيك رب العالمين بهيئ انه نركبها. في ظل اوضاع معيشيه صعبه وتراجع جوده الطاقه الشمسيه البديله في فصل الشتاء، تبقى حاجه الاهالي ملحه للكهرباء كونها من أهم الاحتياجات الأساسية، آملين انخفاض أسعارها في الأيام القادمة حتى تكون مناسبة لإمكانياتهم المادية. قد سعد الأهالي بعودة التيار الكهربائي إلى مدينتهم بعد 7 سنوات من الانقطاع، لكن فرحتهم لم تكتمل بعد أن اصطدموا بواقع اقتصادي ومعيشي متردد أدى لامتناع نسبة كبيرة منهم تحمل تكاليفها المرتفعة. جمعة الأحمد، حلب اليوم، مدينة جسر الشغور، ريف إدلب. مع بدء التجهيز للاحتفال برأس السنة في الحسكة، يبرز العامل الاقتصادي وتأثيره على الحياة الاجتماعية، حيث انقسم الأهالي بين قسم يبحث عن أبسط مقومات الحياة وقسم يمتلك الوقت والرخاء الاقتصادي ليحتفل. ليل زاهٍ في مدينة القامشلي، إضاءة تزين شوارع وأبنية المدينة، وبهجة بأعياد رأس السنة، استعدادات لاستقبال العام الجديد مع الزائرين من خارج سوريا، وعائلات تحاول أن تلتقي بعد شتات ولو لأيام معدودة. رأس السنة هي السنة نهاية سنة راحت وبداية سنة جديدة، إن شاء الله تكون سنة خير وسلام ومحبة لكل العالم بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح المجيد. بهالمناسبة طبعا تقام أكثر من احتفالات في البيت في الشوارع. الوضع ليس أعيادا في كل المدن، هنا في مدينة الحسكة يصارع معظم الأهالي ظروفهم الصعبة ليحصلوا على مقومات العيش البسيطة. ليس هناك كثير منهم يجد وقتا ورخاء اقتصادي ليحتفل بأعياد رأس السنة.
والله يعني تقريبا ما في 5% بهالمنطقة بالحياة هذه يختفلون براس السنة. الناس وضع معيش صعب والحياة صعبة كثير، العمل ما في، حياة معيشة صعبة. يعني الإنسان اللي قاعد يركض وراء يسعى للخبز، يسعى للأكل للشرب، هاي اللي يسعى له. راس السنة يعني احنا معدومة عنا، يعني مستحيل، يعني 5% 10% يجوز يحتفلوا براس السنة. إمكانياتهم شوي قوية، الناس كلها تحت الصفر، يعني ما في عدش، معيشة صعبة كثير كثير يعني. التفاوت الحاصل بين المدن أو بين الأحياء يعود لتفاوت الحالة الاقتصادية هناك وقلة الموارد والدخل المنخفض، إضافة لتحديد أولويات الأهالي والمفاضلة بين الفرح بالأعياد وبين إيجاد ما يسد رمق الأطفال. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.